ده من اهم التقارير، الحاجات الانسانيه مهمه والحاجات اللي فيها روح مهمه والحاجات اللي فيها ابطال مهمه. احنا رحنا سجلنا، ولما شفت التقرير سميته كده قصه بطل. قصه البطل ده واسمه مصطفى عبد الله، مصطفى عبد الله، هو قصته قصه الروح باختصار كده. ده على العنوان اللي انا حاطه للتقرير ده، هي عنوان للروح والعزيمه والاصرار والتحدي. تعالوا نروح نشوف قصه البطل ده ايه ونرجع لحق. انا عبد الله مصطفى، 27 سنه، من المنوفيه. طبعا حصلت حادثه وانا عندي 10 سنين. بعد كده انا كنت اصلا بلعب كوره قبل الحادثه، وكنت بحب كره القدم جدا. بعد موضوع الحادثه بدات ان انا انزل العب مع اصحابي في الشارع، وكنت شاي جدا وبحب العب كوره قوي يعني. فالموضوع ده ما وقفنيش خالص، كملت. فضلت من 2006 لحد 2017 بلعب في الشارع، وانا ما اعرفش ولا في لعبه ليا كده، ولا في كاس عالم ولا دوريات ولا اي حد. كنت مفكر ان انا نفسي لوحدي كده في العالم يعني، لحد ما شفت فيديو. طبعا قبل الموضوع ده كنت بروح انديه ان انا اسال على عايز العب كوره وما اعرفش. ففي ناس احبطتني كتير، قالت لي مفيش لعبه ليك وكده، العب سباحه، العب رفع اثقال. طبعا انا بحب كره القدم، مش عارف احب لعبه تانية يعني. لحد ما شفت في 2017 فيديو كان رافعه كابتن محمود عبده المحترف حاليا بتركيا، مباراه بين تركيا وانجلترا في امم اوروبا ب 60 الف متفرج. اول لما شفت اللعبه الفيديو اني لا، ده في لعبه لينا، عرفت ان ليها كاس عالم، في كاس امم افريقيا، في احتراف، في دوري بره، والموضوع مش موجود في مصر. بعد كده رحت اتمرنت معاهم ولقيت شباب كتيرة جدا. اللعبة بتاعتنا هي سباعي، حارس مرمى لازم يكون بيد واحدة، واللاعب لازم يكون بقدم واحدة. بتستخدم العكازين، طبعا ممنوع تلمس الكرة بالعكاز، هي لعبة بتعتمد على 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 رجلك انت بس. العكاز بتستخدمهم للحركه بس. احنا حاليا بنتمرن في نادي جاردينيا القوات المسلحه، دي الاكاديميه اللي هناك اللي بنتمرن فيها. من ساعه ما رجعنا من تنزانيا واحنا نفسنا اللي هو عايزين نلعب تاني اكتر واكتر، مباريات وديه، احتكاك اكتر، وحته الدوري دي مهمه قوي يعني. دي انا نفسي يعني ان احنا نعمل دوري يعني. نادي بيراميدز عمل الموضوع، فانا حاليا بكلم استاذ امير مرتضى منصور، هو مرحب بالموضوع جدا، بقاله فتره، وبعتنا له تصور عن الموضوع، ان احنا ازاي نكون فريق وكده. هو شغال على الموضوع، وان شاء الله انا زملكاوي جدا، وان شاء الله هنعمل فريق لنادي الزمالك. قابلني بشيكابالا شيكا، عشان خاطر انا يعني انا بحبه جدا طبعا كابتن شيكابالا، ودايما على تواصل معايا. ملقبني عشان خاطر انا بعمل برقص كده على اليمين، وهم جايب حاططها في البعيده زي اللي هو بيعملها بالظبط، فهم اصحابي مسميني شيكا يعني. طبعا انا نفسي اكون احسن لاعب كره قدم للساق الواحده في العالم يعني. ده طموحي. نفسي اكون محمد صلاح في لعبتي دي. انا لسه لحد دلوقتي ما عملتش حاجه. انا رحت افريقيا، سجلت 5 اهداف في اول مشاركه لينا، كنت في قائمه الهدافين. الحاجه الوحيده اللي احنا جبناها من تنزانيا، احسن حارس في افريقيا اللي هو كابتن سيف سلامه، خد احسن حارس في افريقيا. دي حاجه طبعا نموذج مشرف وحاجه اضافه لينا في اللعبه. احنا كنا مبسوطين بيها ان احنا ما قدمناش حاجه، اللي هو قدمنا مستوى كويس. بس الحاجة اللي فرحتنا فعلا ان حارس مصري اول مرة يشارك ويجيب احسن حارس في افريقيا، ده كان حاجة كويسة جدا، وكلنا اسعدنا كلنا يعني.